السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. من هذا المنبر أصدقائي ما فهمتش واحد القضية زوينة من هذا المنبر وحال زعما كنا كنذكروا. المهم حيت دابا كلشي ولا كيعرف كلشي في لي ريزو سوسيو، داكشي كيتشعب الزربة. دونك من هذا المنبر انا ما فهمتش، عندي واحد التساؤل زعما علاش الرجال كيطغاو وهذاك الطغيان ديالهم راه هو تا حماريت، لان ملي كتغى يا رجل كنهضرش على جميع الرجال، تنهضر على واحد النوعيه من الرجال اللي ملي كيلقى واحد الانسانه كتعاونهم واقفه معاهم ومحتاجينها في حياتهم، بلا بها راه غيدوخوا، بلا بها غيتلفوا، محتاجينها لانها واقفه معاهم وقفه رجل واحد كيطغاو من الفوق. هذه سميتها تحماريت، هذه سميتها كيضرب راسو هو بفردي، هذه سميتها هو باغي يخرج على راسو براسو، او كيكون انسان حماري. علاش حماري؟ لان تيكون تلمو متاكد من نفسه، الدب المغرور بنفسه، تيقول انا واعر، الا كانت هاد الانسانه هذيك كدير معايا هادشي كله اذا انا واعر. كيولي يدير بحال هكا، انا واعر ندير اي حاجه مع مرا غتمشي تتبقى صابره معايا، تبقى معايا حتى يعني حيت انا واعر، السيده كدير معايا هادشي كله اذا انا شي حاجه، اذا ندير اللي بغيت، ندير اللي بغيت. وهي غتبقى تما ما عندها فين تمشي، فين غتمشي. هذه سميتها تحماريت، هذه سميتها الغرور، هذه سميتها بنادم تيوهم راسو انه شي كوكب اخر. لان يا رجال المراه واخا تعيا ما تصبر عليك، واخا تعيا ما تصبر على الحماقات ديالك وعلى الطغيان ديالك وعلى 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 الجبروت ديالك وعلى البساله ديالك، راه غيجي واحد الوقيته غادي تقول لك الباب يا الحباب، غتقول لك سالينا سالينا من هذا الحب سالينا. لان انتم يا رجال خاصكم تفهموا واحد الحاجه، المراه هي واحد الكائن اللي هو صبور، كائن لطيف، كائن عاطفي، كائن معطاء اون جينيرال، ما تهضرش على دابا حنا كنهضروا اون جينيرال. ولكن ملي كتبداو تحكوا على داك الكائن راه تيتحول تيولي يقدر يولي وحش بدون قلب بدون عاطفه، كيولي كيزطم عليك وكيزيد. لان المراه ملي كتبقى تصبر 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 راه الصبر كيدبر، راه كتكون كتجمع. هذا هو اللي ما كيعرفوهش الرجال، تيقول لك لا راه هي كتسامح، اذا راه صافي داكشي. هي المراه واخا كتسامح راه ما تنساش هذاك الشيء، كيبقى ليها مجموع في واحد في واحد السله عندها في الدماغ، واحد السله كتبقى تجمع تجمع تجمع، هذيك الزباله اللي كتجمع ليها تما راه واحد الوقيته خاصها تخويها، راه ما غاديش يمكن تبقى غادا كتنقل بواحد القمامه عامره بالازبال حاشاكم في راسها، وانت هي كتزيد ترمي كتزيد ترمي كتزيد ترمي. ياك لاباس اخويا، ياك لاباس، شكونك؟ شكون كيسحب راك راسك؟ ما فهمتش، ما فهمتش هاد النوعية ديال الرجال كيجيبوها في راسهم وفي الاخر تيوليو تيتكلبنو، تيوليو تيبكيو، تيوليو تيخنخنو تيتنخصو. رجعي ليا ما نعاودش، اسمحي ليا، انا عارفة الكلمة ديالك، انا حمار، انا كلب، رجعي ليا والله ما نعاود. علاش اش كتوصلوا راسكم لهاد الدل؟ اش كتوصلوا راسكم لهاد البهدله؟ من الاول كن انسان محترم، كن انسان قد الثقه اللي كتعطيك هذيك المراه، كن انسان في المستوى، كن انسان كوريكت، كن انسان كتقدرها، كن انسان ما كتبقاش دير الزيكزاك. اي كلشي كيغلط، المراه وراجل كيغلطوا، ولكن داك ولكن هذوك الاغلاط المخيخه اللي لا يغتفر عليها، علاش كديروهم؟ كديروهم واحد مع واحد الانسانه اللي نتوما محتاجينها، اللي بلا بها نتوما صفر. علاش كديروها؟ علاش؟ علاش كتخرجوا على راسكم براسكم؟ لماذا يا رجال؟ ما كيعطيكم الله في عودكم واحد المراه اللي واقفه معاكم، اللي هي اللي هزاكم، كديروا معاها الاغلاط، اغلاط الفادحه من الفوق. واسفاه واسفاه عليكم. اما النساء راه كتوصل واحد المرحله صافي خلاوها لي فرونسي. راه صافي صافي كتولي كتبان ليها حشره كتسطم عليك وكتزيد وكتنفتح الى الحياه، وانت ما كتبقاش كتعني ليها حتى شي حاجه. دونك البهدله فينا هي في هادشي كامل،
مبهدل في هادشي ونخسران في هادشي هو انت يا رجل. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.